طفولتنا كانت البحر. احنا يعني البيت بتاعنا كان بيطل على البحر، واحنا نقول الماي سقي وثبر، المد والجزر. لما تكون الماي مد ما نقدرش نروح البيت من الناحية دي، لازم نيجي من قوة في داعوس مسقف يسمونه الصابات عند بيت الجلاهمة الكرام، نخش من خلاله علشان نوصل للبيت، لأن لو المية تكون مرتفعة ما نقدرش. لما المية تروح ممكن نمشي على أرضية البحر ونوصل البيت. البحر قلت لك هو متعتنا في الصيف ده، لازم احنا يعني صيد السمك بالزراقية، احنا نقول الزراقة ده المشخال ده اللي بيشخلوا فيه الرز، بيكون فتحات ذي اللي فيه، بنخلي عليه قطعة قماش، بنربط القماش، بنعمل فتحة، بنحط خبز على القماش ده وبنرمي البقية داخل وبنخليه. طبعا بينزل لأنه مثقوب، بينزل في المية فبيجي. وأشهر سمك كنا بناكله هو الميد، اللي هو البوري الصغير عندكم في مصر، اللي كان متوفر بكثرة وكان أرخص أنواع السمك. دلوقتي لو حصلت ميد بحريني مش هيكون أقل من 5 دينار للكيلو للأسف. في الألعاب الثانية اللي لعبناها زي كرة القدم، وزي احنا الألعاب عندنا بنسميها الصعقير والخشيشة والدوامة والتيل وكل هذه الحاجات، لكن البحر كان هو الأساس، المتعة في خصوصاً في الصيف. من الزملاء اللي أثروا فيني وكونوا جزء كبير من شخصيتي زميل كان طالب معانا توفاه الله في عام 83، اسمه صالح الفضل بفياض. هذا الزميل، هذا الصديق، هذا الأخ علمني شيء مهم، أن يا عبد الله مهما تكبر ومهما تلمع ومهما تزيد نجوميتك، لا تنسى في يوم من الأيام أنك ابن الحالة، أنك ابن البائع المتجول للكورسين في الشوارع، الذي انهد حيله وتعب لكي يربيك أنت وعشرة من إخوانك، وكان عصامي، ولا يعني تتنكر لهذه المهنة الشريفة التي خلتك تجي تدرس وهو لا عنده عمارات ولا عنده ثروات ولا عنده شيء. الله يرحمه، والدي كان عصامي حتى النخاع. علمني يعني شيئين مهمين في الحياة، قال لي شوف يا يبا، أنا بموت وأنا مرتاح لأني سويت شيئين في حياتي. قلت له شنو يبا؟ قال لي الشيء الأولي إن أنا شريت لكم ذي البيت، بيت صغير شراه وقتها 700 دينار، شراه حتى يمكن يعني بطريقة إن أحد ساعده أو يعني شيء من القبيل. الحين أنا بموت ومرتاح إن أنتم ما بتضيعون، حتى خواتك لو زعلوا ويا أزواجهم ما يقدر يذلهم، عندهم مكان يلجؤون له. عشان كذي قال لا تفرطون في البيت. والدي والديني الحين هم متوفين، لكن احنا كل الاخوان الموجودين كل واحد عنده مفتاح، ورفضنا ان نتصرف في هذا البيت، واحنا في منطقه اجروها على الاجانب للاسف، وهويه المنطقه بدات تختفي بسبب هؤلاء الاجانب الموجودين، ولكن نحن باقون. من التمثيل والاخراج لو حسبنا من نادي الجزيره للحين يعني ما اعتقد يعني في حدود 60-70 عمل مسرحي، يعني ما بين تمثيل واخراج، ودخلت التاليف شوي بعد، ساهمت يعني في التاليف او الاعداد.